دي اهم 7 اسئله اللي برتبها واسال المريض عليها، اسئله بتفيد المريض وتفيد الدكتور في التشخيص كمان. يعني طب حضرتك بتقول ان الالم بيجي اقل من 15 دقيقه، هو مثلا جه حد اقل من 15 دقيقه ومشي ما قررش تاني، تنصحه برضه يتوجه للطبيب ولا دي لازم مثلا طبعا كانت يتوجه للطبيب لو كان الالم وصفه زي ما اتفقنا، ولو كان نفس الاعراض المصاحبه ليه وبيزيد بالراحه ويقل بالمجهود لازم يتوجه للطبيب المختص او لطوارئ. حتى لو راح حتى لو الالم قل، ما هو بتحدث نوبه ويحدث حاجه اسمها ما بين النوبات، اثناء النوبه بيحدث الاعراض وما بعد النوبه الانسان بيستقر، تمام. فلذلك اسمها ذبحه صدريه مستقره. تمام. ممكن حضرتك برضو يعني عملي مثلا تشاور لنا على اكتر الاماكن مثلا في الصدر او اشهرها اللي بيجي فيها الم، وايه هي اشهر الالام دي؟ اشهر الالام اللي بتصيب الصدر طبعا هو المريض بيجي المستشفى طبعا ماسك صدره مش عارف يحدد الالم زي ما اتكلم، بس بيكون موازي لعظمه القص اللي هي في منتصف الصدر. تمام. وبيسمى عايزين حضرتك برضو كده يعني ايه عملي تقول لنا مثلا المنطقه دي المنطقه هنا دي. كده المريض بيجي ماسك على صدره هنا بالظبط داخل كده المستشفى، تبدا تشك فيه جلطه او ذبحه بنفس الشكل اللي انت موطي ومش قادر ياخد نفسه. تمام. تمام. الى جانب الاعراض والحاجات المصاحبه ليه، اشهر الالام اللي بتصيب الصدر طبعا في الام متعلقه بالقلب زي الذبحه الصدريه المستقره والذبحه الصدريه الغير مستقره وجلطه القلب، الجلطه في الشريان التاجي او تمزق شريان الاورطه اللي اتكلمنا عنه في الحلقه اللي فاتت. تمام. او التهاب غشاء الطمور الحاد والجاف. في امراض بتصيب الرئه والصدر زي جلطه الرئه تعمل الم شديد في الصدر، زي الاسترواح الهوائي الرئوي الحاد ده بيعمل الم شديد في الصدر بكل انواعه طبعا. فيه التهاب الغشاء البلوري المحيط بالرئه، فيه الالتهاب الرئوي الحاد سواء كان بكتيري او فيروسي ده بيعمل الم في الصدر. في طبعا امراض متعلقه بالجهاز الهضمي زي مرض ارتجاع المريء بيعمل الم شديد في الصدر، زي انسقاب المعده انسقاب قرحه المعده الحاد، تمام، زي مثلا مرض التهاب المرارة الحاد ده بيعمل ألم في الصدر. في أمراض خارج الصدر خالص اللي هي بيحصل شد عضلي في عضلات الصدر فيبدأ المريض يحس بألم في صدره. يعني الأمراض دي لو عند حد ممكن يجيله تعب في الصدر وألم في الصدر نتيجة الأمراض دي، نتيجة الأمراض دي، لكن في كلتا الأحوال لازم تنصح المريض يتوجه للدكتور المختص للطبيب أو هو يشخص الحالة. وعاوز أوضح على حاجة معينة، أي ألم في أعلى البطن في منطقة فم المعدة عموما في الصدر إلى الفك السفلي يمينا ويسارا في الخلف أو في الأمام ده ذبحة صدرية until proved otherwise، حتى يثبت العكس. تمام. طيب حتى يثبت العكس. طبعا حضرتك أنت دلوقتي سألت المريض اللي جالك ال7 أسئلة اللي حضرتك قلت عليها. تمام. في حاجة تانية يعني بتشخص بيها المريض غير ال7 أسئلة دول؟ أكيد ولا طبعًا. ال7 أسئلة دول؟ لا أكيد طبعا، دي بتوجهني إن هو مريض قلب، ال7 أسئلة دي والألم ده ناتج عن وجود مشكلة في القلب. تمام. فأنا ببدأ أدخل المريض المستشفى وأهتم بيه كويس، فنعمل له رسم قلب عادي ورسم قلب بالمجهود. بعض الأحيان ممكن نلجأ لعمل أشعة مجادفة أوساطية على القلب اللي هي الإيكو. تمام. في بعض الأحيان نلجأ لأسطرة لتصوير الشريان التاجي. في بعض الأحيان ممكن نعمل أشعة مقطعية بالصبغة على القلب، ممكن نعمل رنين مغناطيسي على القلب، دي كلها فحوصات بتيجي تباعا يعني. فتباعا، ولازم في تحاليل طبعا معينة أهمهم تحليل إنزيمات القلب، وده اللي بيفرق هل هي جلطة مستقرة أو غير مستقرة وهل هي ذبحة أو جلطة عموما. تمام. وتحليل حاجة اسمها غازات في الدم، دي التحاليل اللي لازم تتعمل للمريض اللي بيشتكي من الم في صدره وتاكدنا فعلا ان الالم ده ناتج عن وجود مشكله في القلب.